Oh mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد الخلق ابي القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه الى يوم القيامه، حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقة جديدة ونستكمل معكم سلسلة هم العدو فاحذرهم. نسعد بأن يكون معنا هنا الحديث في هذه الموضوعات فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف حياكم الله فضيلة الدكتور أكرمكم الله بكم. أحسن يفعل الله بكم وزادكم بعلمه وفضله الحديث مفصلا عن عدد من صفات المنافقين في هذه الحلقة وصفاتهم عديدة وكثيرة لكن نحاول أن نتحدث في جملة من هذه الصفات نبدأها بحديث عن العهد هم مساله العهد عندهم وخلفان العهود يعني حدث ولا حرج في هذا الباب وهذه صفه اصيله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبدايه انبه إلى أن كثيرا من الناس إذا سمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها ومن بينها أنه إذا عاهد غدر فإنه لا يسبق إلى الأذهان إلا قضية العهود التي تكون بيننا بين الناس بين الناس لكن الأعظم والأقبح والأفحش هو نقض العهد الذي بينك وبين الله جل جلاله وربنا سبحانه وتعالى بيّن بأن هذه سمة ملازمة للمنافقين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذه صفة لازمة لهم يقول ربنا جل جلاله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وفي آية أخرى يقول جل من قائل ويقولون طاعة يعني قد أعطيناك يا رسول الله طاعة فإذا برزوا من عندك أي خرجوا, خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون في موضع ثالث يقول جل من قائل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوهم ما كانوا يكذبون فالمنافق نعم ينقض العهود التي بينه وبين الناس ولكن الافحش من ذلك انه ينقض العهد بينه وبين الله جل جلاله فهو يظهر الصلاح ويدعي الايمان وانه مريد للاصلاح لكنه في واقع الامر لا يرجو لله وقارا لا يقيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا ولا لشعائر الدين عندها عنده قيمه ابدا فهذا كله انما هو هراء فنقض العهد من 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 ابرز سمات هؤلاء المنافقين. نعوذ بالله من سماتهم ايضا انهم آه يتكاسلون عن الصلاة وهنا اريد من فضيلتكم ان تبين ثمة من يتكاسل لكن ليس فيه مثل هذه الصفات انه يبغض الدين ويعاديه ويفعل كل هذه الافاعيل وانما تكاسلا عن الصلاة بانشغالاته ببعض الاشياء الاخرى لكن دون ما ان يكون يعني يحاد الله ورسوله بهذه بهذا الشكل نعم هو قضيه التكاسل عن الصلاه وانها سمه من سمات المنافقين ثبتت في القران وفي السنه من اقوال الصحابه رضوان الله عليهم اما أهو. في القران فربنا جل جلاله قال ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا أهو. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ايها الناس من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف فمن أبرز سمات المنافقين النفاق العقدي بأنهم يتكاسلون عن الصلاة لماذا؟ مثل ما قيل في الجهاد بأنهم لا يرجون على فعلها ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا ولذلك نقول بأن المسلم الذي يتكاسل عن الصلاة ما أقول بأنه مرة أو مرتين في العمر نام عن صلاة الصبح لا وإنما صار صارت له صفة على سبيل الديمومة بأنه يقوم فيصلي الصبح بعدما تشرق الشمس أو صلاة العصر يؤخرها حتى تكاد الشمس تغرب النبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك نفاقه قال تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان لأنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا بمعنى أن كثيرا من المسلمين الآن يجعلون الصلاة على هامش اهتماماتهم ليست هي قضية أصيلة في حياتهم كما قال ربنا جل جلاله يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه قال المفسرون نزلت هذه الايه في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الواحد منهم حداد او قصاب جزار كان اذا رفع المطرقه فسمع النداء القاها من وراء ظهره او القاها من حيث ما كانت اذا كانت امامه وضعها اذا كانت وراء ظهره القاها يعني ما يتشاغلون بشيء عن الصلاة ولذلك أنا أقول نعم كما تفضلت قد يكون هناك بعض الناس ليس منافقة لكنه بتكاسله عن الصلاة وإدمانه ذلك يتحول إلى منافق نعوذ بالله نعم. نعوذ بالله من ذلك ضفت عليكم سيدنا أه مسألة أخرى وصفة أخرى هؤلاء لأنهم لا يرجون ثوابا ولا عقابا وبالتالي الأعمال الصالحة يقصرون فيها لا يقربونها ما صفتهم في هذه المسألة تحديدا نعم جزاك الله خيرا من, من أبرز صفات المنافقين أنهم يعولون على سعة رحمة الله دون اجتهاد في الطاعات وهذا تجد كثير الآن في النص نسأل الله العافية آه. إذا قيل له اتق الله إذا قيل له أد الصلاة إذا قيل له اذكر الله إذا قيل له أين وردك من القرآن إذا قيل له أين طاعاتك يقول نحن نعبد ربا كريما ربا رحيما وربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء, كل شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا ولن يتركنا يوم القيامة ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى فحاشاك ان ترضى وفينا معذب ونحو ذلك من الكلمات الله جل جلاله وصف حالهم يوم القيامه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا يعني امهلونا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادون المؤمنين الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم يعني منعكم من رحمه الله عز وجل اربعه امور ولكنكم ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وغرتكم الحياه ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور هؤلاء وقعوا في هذه الاربعه وشاهد هنا في هذه الصفه وغرتكم الاماني الاماني التي ذكرتها الان بان رحمه الله واسعه وان محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعنا واننا الامه المرحومه وان دين الله يسر هذه دائما يستدلون بها الان هذا الذي يصلي الصبح الساعه التاسعه والعاشره يقول لك دين الله يسر ولا تتشدد ونحو ذلك من ال 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 الكلمات قال الله عز وجل وغركم بالله الغرور الغرور الذي هو الشيطان هو الذي اوحى اليهم يعني بهذه الكلمات فتكاسلوا عن العبادات طيب محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا اعلم الناس بسعه رحمه الله وكانوا ابصر الناس بسعه عفو الله جل جلاله وكانوا اكثر الناس مواظبه على العبادات ومسارعه الى الخيرات وتنافسا في الطاعات حتى انهم مثلا تجد المبشرين بالجنه رضوان الله عليهم هؤلاء يعني عمر رضي الله عنه كان يرى في خديه خطان اسودان من البكاء بكاء من خشيه الله جل جلاله نبينا عليه الصلاة والسلام قام من الليل حتى تفطرت قدمه أحصي له بضعة وسبعين يوما صياما سوى رمضان يعني خلال العام بضعة وسبعين يوم صيام غير صيام رمضان وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بسعة عفو الله عز وجل الله عليكم شيخنا ومهم جدا ان نتوقف عند هذه الصفات لانه قد ترتبط بحياه كثير من الناس نتلبس بها نعم بالضبط من من الصفات ايضا قله ذكر الله نعم. جل جلاله نعم هذه ايضا جزاك الله خير ربنا جل جلاله قال ولا يذكرون الله الا قليلا وفيها. هذه نجدها الان يعني كثير من الناس ما يقرا القران الا في رمضان أو ما يقرأ إلا يوم الجمعة <applause> ما عنده علاقة بالقرآن في غير هذين اليومين في غير هذين الوقتين بعض الناس ما يصلي إلا في رمضان وبعض الناس ما يصلي إلا الجمعة <applause> وبعض الناس ما يصلي إلا العيد لذلك عندنا مثل إذا قيل له فلان هذا ما يصلي يقول لك ما يصلي العيد معنى أنه يعني <applause> لا نعم لا 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 ما عنده <applause> علاقة بالصلاة نسأل الله العافية <applause> لا يذكرون الله إلا قليلا الواحد منهم ما تحدثه نفسه بأن يجلس في حلقة علم أو في مجلس ذكر وربنا جل جلاله بين بأن هذا الصنف من الناس الشيطان قرينه ومن يعشو عن من يعش أن يعرض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون النبي عليه الصلاة والسلام قال

بينما المؤمنون قال جل من قائل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله جل جلاله يقارن بين حالين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا قال سبحانه فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم الله. رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون الله يا أستاذ محمد الآن لما أسمع دعوات من بعضهم إلى أن المساجد قد صارت تمثل بؤرا للإزعاج أعوذ بالله وأنه ينبغي حظر إذاعة الصلوات بالميكروفونات وقد طبق هذا في بعض بلاد الإسلام. صحيح. هؤلاء ما أزعجهم أصوات الحفلات ولا ميكروفونات الأغاني والصخب والضجيج الذي يمارس ولا أزعجهم أصوات المشجعين في الملاعب وكذا ما أقدم ضاجعهم إلا الأذان. الله جل جلاله قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وعندهم عباره اخرى يستخدمونها اذا وجدوا يقولون كثرت الاذاعات والقنوات التي ما عندها الا القران ما عندها هذا هوس هذا هوس ديني هذا الذي يساهم في يعني قياده الشباب للتطرف ونحو ذلك هؤلاء جميعا ممن يصدق عليهم قول ربنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وهذه الدعايات الآثمة للأسف تؤثر في بعض الناس الآن صار بعض الآباء يعتقدون بأن الأبناء إذا ترددوا على المسجد واذا واظبوا على حلق القران فان ذلك سيدفعهم الى الغلو طيب سبحان الله الغلو هذه نبتة جديدة في بيئتنا معشر المسلمين والا الحمد لله رب العالمين ما زال يعني حفظت القران وقوام الليل وصوام النهار على امتداد تاريخ الـ الـ الأمة. الإسلام. كم الاسلام. كان منهم من الغلاء أو من المتطرفين كم منهم صار من الخوارج أو صار من من يسفكون الدماء نسبة لا تكاد تذكر صحيح لا. فتح الله عليكم شيخنا من صفاتهم أيضا الإعراض عن الاستغفار طالما أن رحمة الله وسعت كل شيء رحمة الله وسعت كل شيء بالتالي لا حاجة للاستغفار لماذا يستغفرون وهم في النهاية سيحيون في رحمة الله أو سيدخلون الجنة برحمة الله نعم الله جل جلاله قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستغفرون وقال جل من قائل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون هؤلاء المنافقون يعني كما قلت لك هذه كلها اعراض للمرض. المرض الاساس الذي هو النفاق، بانهم ليسوا مؤمنين، لا يؤمنون بالله ولا ولا باليوم الاخر، ولذلك لا يرون حاجه لاستغفار لا ولا توبه ولا يرون انهم اصلا يفعلون شيئا خطا، وانما يرون هذا نوعا من الفهلوه كما يقال او نوعا من تمشيه الحال او نوعا من السياسه. كما يسمونه كل انسان يعيش ب يعني وجهين وحالين ويلبس لكل حاله لبوسها يرون هذا نوع من الشطاره والتكيف مع الواقع كما يسمونه ولذلك ما الان مثلا بعضهم اذا قيل له استغفر الله او تب الى الله وهو يستهزئ بشعائر الدين والله يطلقها ضحكه مجلجله إذا خوف بعذاب الله عز وجل وبالقيامة، بعضهم لما أكل حقوق بعض الناس وقيل له يعني الموعد القيامة وكذا، وقال للآخر قال له تعال بدري ما تتأخر. أعوذ بالله. نعم، قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأنه لا يؤمن بالقيامة أصلا ولذلك يسخر إذا خوف يعني بالآخرة يعني مثلما الـ 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 الكافر الاول العاص بن وائل السهمي لما جاءه خباب يطلب دينا يرده له وقال له ما اعطيك حتى تكفر بمحمد واله محمد فقال له خباب والله لا افعل حتى تموت ثم تبعث فقال له الكافر واني لمبعوث قال له اي والله قال له فانتظر ذلك اليوم اعطي قال له فوالله ما أنت وصاحبك محمد بأكرم عند الله مني قال الله. الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أعوذ, أعوذ بالله من تلك الحال من صفاتهم أيضا المنافقين فضل الدكتور عدم فهم القرآن وتدبره أحيانا هم يناقشونك بآية القرآن ألم يقل النبي كذا، ألم يقل الله جل جلاله كذا لكن هم يستشهدون بآيات في غير مواضعها أو يريدون منها شيئا خلاف مقصدها أنا يعني أريد أن أضحكك بأن بعضهم <applause> الآن يريد أن يمنع الصلاه بالميكروفون <مه> ويستدل بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها <أفتغل في Wolverham> هو ذلك الان من يريدون التطبيع مع اليهود المحتلين لفلسطين الناهبين لثروات المسلمين يستدلون بقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح <أفحدث> <independ مس> <tight> لها او والافحش من يستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه والسلم هنا الإسلام بإجماع المفسرين وتجد يعني أيضا يعني عندهم استدلالات والله يعني الإنسان ما يعني أحيانا يكتم الضحك الضحك يعني لأنه المقام ليس مقاما للضحك وإنه هو مقام للأسى يعني لحال هؤلاء فهم لا يتدبرون القرآن لا يفهمونه ما اعتنوا أبدا بعضهم الآن ينادي لا يكون هناك شيء اسمه تخصص شريعة أو يعني علماء أصول الدين أو أصول الفقه أو فقه أو كذا يقولون ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر ويغفلون عن آخر فهل من, من يعني خطفوا هذه يعني الآية مثل ما فعل أبو نواس لما قال دع المساجد للعباد تسكنها وسير بنا إلى حانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكروا لكن قال ويل للمصلين أعوذ بالله قال أنا ما أصلي لأن الله قال فويل للمصلين لكن أسكر لأن الله ما قال ويل للذين يسكرون أي نعم فهؤلاء سبحان الله لما ضعفت علاقتهم بالقرآن وانبتت صلتهم بكلام ربنا الرحمن جل جلاله وبعضهم الآن يريد أن يجعلها سداحا مداحا هكذا وانا اريد استاذ محمد يعني حبذا لو خصصنا حلقه او حلقتين لقضيه التشكيك في السنه. مهم. هذه مهم. الان من سماتهم. صحيح. إيه نعم لانهم يعني وجدوا أن يعني هذه نقطه يمكن ان ينفذوا يعني منها مهم. الى الى الطعن في الـ الـ الاسلام و وتجد يعني الجهل يعني يطبق عليهم ولذلك الجاحظ يعني ذكر يعني قصه يعني انا احكيها لك ايضا ربما نختم بها يعني قال بانني دخلت مسجد واسط فوجدتهم يعني قد اجتمعوا على رجل يضربونه فقلت يعني ما ذنبه فقالوا هذا يسب اهل الكهف فقلت لشيخ منهم من اهل الكهف فقال له ابو بكر الفاروق وعثمان الصديق وعمر يعني ذو النورين وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان فقلت له من معاوية بن أبي شيبان فقال رجل صالح من من حملة العرش ومن كتاب الوحي وزوج عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما أدري من أيهما يعني أعجب من علمك بالأنساب أم من علمك بال, بال... بالوقائع قال له خذ العلم من أهله فقلت له أبو بكر خير أم عمر فقال عمر قلت له لما قال لأن أبا بكر لما مات شهد عمر جنازته فلما مات عمر لم يحضر أبو بكر جنازته لا بعضهم لا الآن بهذه بعض الصفة ما عنده فهم في القرآن ما عنده فهم في السنة لكن لسانه سبحان الله تجده أطول من لسان البعير في التهجم على شعائر الدين وشرائعه ويقول ليس بالإسلام رجال دين نعوذ بالله نعوذ بالله من, من نكون من هؤلاء نسال الله العظيم ان يخلص امتنا منهم فتح آمين. الله عليكم شيخنا شكر الله لكم دكتور عبد الحي يوسف ونستكمل معكم باذن الله ومع المشاهدين الحديث في هذه السلسله لعظيم خطرهم نتحدث ومن الواجب ان يفضح هؤلاء بكل اساليبهم وصفاتهم وما يفعلون وما يدلسون على الناس كي نتقي شرهم وكي نتخلص منهم ان شاء الله تعال شكرا جزيلا على طيب المتابعه والمشاهده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته